حياكم الله وما كنتم متابعين سماع زاكروس وزميلاتي داخل الاستوديو. مثل ما عودناكم جولاتنا وفقراتنا الممتعة، اليوم راح نسلط الضوء حول تنظيم مديرية الشباب في إدارة زاخو المستقلة احتفالية بمناسبة مرور 3 أعوام على تأسيس المجموعة الثقافية الشبابية لمطالعة الكتب. مشاهدينا خليكم ويانا. قامت مجموعة ويجا الثقافية التابعة لمديرية الشباب في إدارة زاخو المستقلة بتنظيم مهرجانا ثقافيا بمناسبة الذكرى الثالثة لتأسيس هذه المجموعة الثقافية، حيث تقوم هذه المجموعة بمناقشة ودراسة الكتب التي يتم توزيعها على الشباب، وتقوم أيضا بطباعة كتب قد تمت مناقشتها وتثبيتها في لقاءاتهم خلال المناقشات لتكون كتابا مفيدا للشباب والمجتمع الكردستاني عامة. بداية أهنئ هذه المجموعة الثقافية التي بدأت قبل 3 سنوات بعمل ثقافي جبار، لذا هذه الخطوة هي خطوة جديرة بالاحترام، فعلينا أن نؤازرها ونحترمها ونقدم لها الدعم الكامل، لأن الثقافة هي عمود أساسي من أعمدة التقدم الاجتماعي، وخاصة في المجال الشبابي، وخاصة في وقت عصيب يمر بها المجتمعات كلها، ومن ضمنها المجتمع الكردي، فهو مجتمع بعيد عن كثير من التقاليد القومية والوطنية والثقافية. فبدأ هذه المجموعة بهذه المهمة الصعبة لها مكانة جيدة في الوسط الثقافي، ونتمنى لهم التوفيق. هي اللي راح تؤثر على الشباب للتفكير الإبداعي والتفكير النقدي، يعني ينتقدون أو يقومون بتقييم ما كانوا يفعلونه أو ما كان المدينة تفعله أو ما كان المدينة تنعكس عن شتى المجالات في شتى المجالات، وثم يقومون بالتقييم والتفكير الإبداعي. هذه المؤتمرات هي فرصة بالنسبة للشباب لإعادة التفكير وإعادة التقييم. مشاهدينا مثل ما شفتم فقرتنا لتكمن أهميتها إلى إعادة الحياة الثقافية ونشر الوعي وثقافة القراءة بين الشباب. مشاهدينا وصلنا وياكم ختام فقرتنا لهذا اليوم، إن شاء الله نالت رضاكم، وأكيد رح نلتقيكم جولات أخرى ممتعة. في الختام تقبلوا تحياتي أنا نجلاء السندي، إلى اللقاء.